أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي أخ يعيش في فرنسا ويريد الزواج، ولكن في تلك البلاد يقدمون العقد المدني على العقد الشرعي، وهو يسأل هل يجوز له أن يعقد في تلك البلاد بالعقد المدني أولا قبل العقد الشرعي؟ المسلم لا يعقد إلا العقد الشرعي، والعقد المدني أنا لا أعرفه مدني، لكن المسلم يعقد العقد الشرعي، ولا تحل له المرأة إلا بالعقد الشرعي. نعم.